السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نخصصه للتحدث عن تسريبات حدث التعاقدات الغامضة. سوف نتحدث عن اللاعبين القادمين في حدث التعاقدات الغامضة، لأنه كما تعلمون فأنا دائما أقدم لكم التسريبات الرسمية خصوصا فيما يتعلق الأمر بحدث التعاقدات الغامضة. كما تعلمون فلم يتبقى إلا حوالي يعني اليوم سوف نقوم باختيار اللاعب المجاني الذي سوف نحصل عليه. أنا بطبيعة الحال سوف أختار، والله لحد الساعة لا أعرف من اللاعب الذي سوف اختاره يا جماعه. سوف اقوم بالدخول لبطاقه كومان يا جماعه. بالنسبه للايقاع الخاص به فهو جيد، بالنسبه للايقاع للدفاع الخاص به فهو جيد، بالنسبه للتمرير فانا لا افضل المدافع ان يكون لديه ميزه التمرير يا جماعه. سوف اتوجه لبطاقه شيفشينكو يا جماعه. كما تلاحظون هذه البطاقه تتضمن ثلاثه نجوم مهاره، بالتالي لا احب هذه البطاقه يا شباب. اعتقد انني سوف احصل على بطاقه كومان يا شباب، ولو انني لا احتاج مدافع ولا مهاجم، بالتالي ما علي سوى ان اختار احد البطاقتين انت يعني التشكيله الخاصه بك صديقي. في هذا الفيديو يعني يا شباب سوف نتحدث عن البطاقات الموالية التي سوف تكون مكان كلا البطاقتين يا شباب. من تتوقعون يا أصدقاء أن يكون معنا؟ نعم يا شباب، معنا أول بطاقة هي بطاقة هاجي يا شباب في مركز الكام بأوفر 89. نعم يا أصدقاء، تم رفع الأوفر الخاص باللاعبين في حدث التعاقدات الغامضة، بالتالي كلا اللاعبين سوف يكونون معنا بأوفر 89. أول بطاقة هي بطاقة هاجي في مركز الكام، وثاني بطاقة من تتوقعون؟ نعم يا أصدقاء، بطاقة فيليب لام في مركز السي دي ام يا جماعة. سوف تكون معنا هذه البطاقة أسطورية يا شباب، بالتالي هذه التسريبات رسمية، يكون على يقين يا شباب هذه هي البطاقتين المواليتين الذين سوف يكونوا معنا في الفيديو القادم. بالتالي لا تنسوا يا شباب الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. الآن سوف نتوجه من أجل استعراض هذه البطاقتين ونقوم باختيار أحد هذه البطاقتين من خلال الطاقات الخاصة بهم، فأنا سبق لي وأن حددتهم يا أصدقاء. معنا بطاقة لام كما تلاحظون، بطاقة جبارة يا شباب، 89 في الدفاع، لا هذه البطاقة خارقة يا جماعة. ولو أنه قصر متر 70 فمركز السي دي ام يحتاج يعني لاعب قوي البنيه، مثلا بيتيتا او ماتيوس فكلاهما جيدين في هذا المركز. اما بالنسبه لبطاقه هاجي فهذه البطاقه اسطوريه بمعنى الكلمه، مستحيل بطاقه باربعه نجوم مهاره، ب 88 في التمرير، 88 في المراوغه، 7، والله هذه البطاقه يعني لا اجد شيئا اقوله لكم بالنسبه لهذه البطاقه، بطاقه جباره سوف تكون في مركز الكام. كذلك سوف نتحدث عن تسريب اخر وهو المقايضات التي سوف تنزل معنا يا اصدقاء. فهنالك مقايضتين يعني لاعبين معنا يا اصدقاء يعني بشكل رسمي يا جماعه. في المقايضات على هذا الشكل كما تلاحظون، فمثلا في دوري ابطال اوروبا سوف تجد لاعبين، هنا في مكان الريفلز سوف تجد لاعبين جديدين سوف ينضافون معنا في هذا المكان يا اصدقاء. اول لاعب معنا وهو هذا اللاعب، والله لا اعرف يعني نطق اسمه زومبينجي. كما تلاحظون هذه هي اول بطاقه سوف تكون معنا يا شباب في المقايضات، لا اعلم من هو هذا اللاعب ولا حتى جنسيته يا شباب، ولو انه اسباني يا شباب، بالتلفاز المقايضه لن نعملها لانه يعني بطاقه سيئه جدا يا جماعه. البطاقه الثانيه هي بطاقه ميرتنز يا شباب، كما تلاحظون باوفر 88 في مركز السي اف، سوف تكون كذلك معنا في المقايضات. اتمنى ان يكون هذا الفيديو قد افادكم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهده.